مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. في قطاع السكن تم بولاية بسة تسليم مفاتيح 240 مسكنا اجتماعيا من ضمن 1500 وحدة سكنية ينتظر تسليمها خلال السدس الأول من السنة المقبلة. عبد المالك كسنيتي. 240 مسكنا اجتماعي وزعت مفاتيحها على مستحقيها بولاية تبسة بعد طول انتظار. نشكر الوالي ونشكركم وليدي، ورانا فرحين. راني فرحان اليوم، يعني أول مرة نفرح، والمعوبة اللي مازال ربي يهنيك إن شاء الله. واللي ما ادوش ربي إن شاء الله يكمل لهم إن شاء الله، ربي إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله يسهل لهم ربي يدو. فيه كذلك فيما يخص السكنات عدل ما يقارب 3000 سكن اللي أراه في نسب متفاوتة فيما يخص الإنجاز، ونحن على قدم وساق للعمل من أجل تسليمها خلال سنة 2021. فيها كذلك عدد كبير من السكنات الريفية اللي أراه في طور الإنجاز. المساكن أنجزت وفق المقاييس المعمول بها، وتتضمن كافة الضروريات التي تحتاجها الساكنة. بالنسبة للحي الدكان هذا فيه سيتان بول إيربان جديد، فيه 6000 سكن. 6000 سكن هذه 1000 وزعت فيما سبق، وهذه 1000 الثانية. كاين مرفق ثانوية موجودة وولادنا قاعدين يقروا فيها، وكذلك كاين إكمالية تابعة للديوان اللي أنجزها الديوان راهي تقري، ومازالت عندنا مدرسة ابتدائية. هذا ومن المنتظر أن تتبع عمليات التوزيع هاته عمليات توزيع أخرى ستمس مختلف بلديات الولاية. ختام النشرة، جمعة مباركة، في أمان الله.